علي بن محمد
بالحجة القائم اللهم اجعل فيما تقضي وفيما تقدر من الأمر محتوم وفيما تفرق من الأمر حكيم في ليلة القدر من القضاء الذي لا يرد ولا يبدل أن تكتبني من حجاج بيتك الحرام في آمي هذا المبرور حجهم المشكور سيهم المغفور ذنوبهم المكفر عنهم سيئاتهم واجعل فيما تقضي وتقدر أن تطيل عمري وتوسع لي في رزقي يا باطنا في ظهوره ويا ظاهرا في بطونه ويا باطنا ليس يخفى ويا ظاهرا ليس يرى يا موصوفا لا يبلغ بكينونته موصوف ولا حد محدود ويا غائبا غائب غير مفقود ويا شاهدا شاهد غير مشهود يطلب فيصاب ولا يخلو لم يخلو منه السماوات.